الملكة بلقيس بنت ملك الدجال. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الملك الهدهد بن شرحبيل كان أحد ملوك ممالك اليمن وتسمى مئرب. أصبح ولي الملك بعد أبيه وزوجته الحروري بنت يالب بن الصعب العرم ملكة جن أو الغزالة الجنية، والدة الملكة بلقيس بنت الهدهد بن شرحبيل بن حمير الأصغر. الملك الهدهد خرج يوما ما للصيد فرأى غزالة يطاردها ذئب. دخلت الغزالة إلى طريق ضيق بين جبلين ليس لها منه مخلص، تتبعهما الهدهد حتى تمكن من إنقاذ الغزالة من الذئب، وصار في أثر الغزالة وانقطع عن أصحابه، وقرر حينها أن ينقذ الغزال وتتبعهما أثناء مراوغة الذئب. وتتبع الغزال الذي دخل من بين جبلين، تابعهما الهدهد حتى رأى ما لم يرى من قبل داخل مملكته. وجد بداخلها مدينة كاملة لا يعرف عنها شيء، فبينما هو كذلك إذ ظهرت عليه مدينة عظيمة بها من كل الثمار وأنواع الفاكهة والنباتات والأشجار والأنهار والإبل، فيها خيرات من كل شيء ما لم ترى عينيه مثلهما من قبل، فتوقف متعجبا. وإذ أقبل عليه رجلا عجوز ممسكا بعصا يتكز عليها من أهل البلدة التي ظهرت له، فسلم عليه ورحب به وتوقف بجوار الهدهد وقال له: مما أنت متعجب أيها الملك؟ قال الهدهد: إني متعجب من أمر تلك المدينة، فهي داخل مملكتي ولا أعلم عنها شيء. قال له العجوز: تلك هي مدينة مئرب، سميت باسم قومك ومملكتك، وهي مدينة العرم، يسكنها قوما من الجن. واستمر الهدهد متعجبا مما يرى. وبينما هم يتحدثون مرت بهم امرأة من أجمل ما رأت عيناه، لم يرى أحسن منها وجها ولا أكمل منها خلقا ولا أظهر منها صباحا ولا أطيب منها رائحة تفوح منها رائحة المسك. فافتتن بها الهدهد وعلم ملك الجن أنه قد هواها وشغف بها، فقال له: يا ابن شرحبيل، ألا تعرفها؟ أجابه الهدهد: ما رأيتها قبل يوم هذا. فقال له: تلك هي الغزالة التي خلصتها من الذئب، أترغب بالزواج منها؟ أجابه الهدهد: بنعم أرغب في الزواج منها. فمن يملك أمرها؟ أجابه العجوز: أنا من أملك أمرها، فتلك هي ابنتي، فهي الحروري بنت يلب بن الصعب العرم، وأنا يلب بن الإصعب بن العرم، وملك الجن وملك هذه المدينة التي أسميتها على اسم قومك، وإن كنت قد هويتها فأنا أزوجك إياها، أنا أهيبها لك كزوجة ردا للجميل وجزاء الإحسان بالإحسان، فتأهب للزواج منها، فأنا أزوجك إياها بشهادة الله تعالى وشهادة ملائكته على أن يحضر وجهاء وعلية قومك وملوكهم وأهل بيتك ليشهدون الزواج ويشاهدون أملاكها ويشاركون وليمتها وميعادك في شهر رجب التالي. وانصرف الهدهد بن شرحبيل وغابت عنه المدينة. وإذ بأصحابه يجدونه بعد البحث عنه، فقالوا له: أين كنت؟ فنحن في طلبك منذ فارقتنا، ولم نترك شيئا من تلك الفلوات إلا وبحثنا عنك وطلبناك فيها. فأجابهم وهو يبتسم: أنا لم أبتعد كثيرا، وأقبل يسير معهم وهو سعيد وينشد الشعر. ومرت الأيام حتى خرج الهدهد بن شرحبيل على ميعاده أصهاره من الجن مع خاصة قومه وخدمه حتى وافاهم. ودخل الهدهد المدينة فوجد هو ومن معه قصرا بنوه لهم في فلات من الأرض محفوفا بالنخيل والأعناب والزرع والفاكهة بجانب نهرا جاريا، فتعجب القوم من ذلك
عجبا شديدا ورأوا ملكا عظيما، فنزلوا معه في القصر فمكثوا معه 3 أيام على فرش لم يروا له مثيل، وموائد عليها من ألوان مأكولات التي لم يأكلوا أطيب منها ولا أزكى منها رائحة ومذاق، وشربوا من شراب لم يشربوا مثله قط ولا ألذ منه. وزفت إليه الحروري بنت يلب بن الصعب العرم ملكة جن، وصار القصر الذي بناه له الجن داره ومملكته. ومكث الملك مع زوجته الغزالة الجنية الحروري، وأنجبت له فتاة تسمى بلقيس ملكة سبأ فيما بعد. ومرت الأيام والسنوات، كبرت ونضجت بلقيس، وكانت تتحلى بالأخلاق والفصاحة والجمال والحكمة، فكانت تشارك في أمور المملكة. وتوفى والدها الملك الهدهد، ولم تبقى أمها الحروري الغزالة الجنية بعده إلا قليل، وبقيت بلقيس مع إخوالها من الجن. وجلس في الملك ابن عم أبيها شمر بن غش، وسمع له الناس وأطاع حتى مات وتولت حكم المملكة ونصبت ملكة عليها. ولكن كان لخلفاء الملك رأيا آخر، وهو كيف لامرأة أن تتولى زمام الأمور، ولم يعجبهم الأمر. وتولى ابن خالها الغلام الحكم مع مشورتها، ولكن بعد فترة أيقن الجميع أن بلقيس أكثر منه حكمة لتولي حكم المدينة بالكامل. كانت تلك الأحداث في عهد سيدنا سليمان عليه السلام، كان نبي الله وملكا عظيما يحكم مملكته في الشمال. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.